مدينة الرستان 2/1/2014. آثار الدمار الذي لحق بمدينة الرستان جراء قصف ميليشيات الأسد لهذه المدينة. لم يعد يوجد منزل في مدينة الرستا لو تلقى جداره قذيفة من قوات هذا الظالم. فقد تم تهجير أهل هذا المنزل بالكامل بعد تلقيه القصف من قوات الأسد. وهذا المنزل المجاور لاحق آثار الدمار الذي لحق به أيضا. آثار الدمار في مدينة الرستان 2/1/2014.